يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الشكر عبادة؟ وهل إذا قلت هل الشكر عبادة؟ وهل إذا قلت أشكر الله وأشكر فلان أو ثم أشكر فلان، هل هذا جائز؟ الشكر عبادة، ولا تقول أشكر الله وأشكر فلان بالواو، هذا لا يجوز. تقول أشكر الله ثم أشكر فلان، أو أشكر الله ثم أشكرك، وتكون ثم هذه مرتبة لشكر العبد على شكر الله، تابعة لشكر الله سبحانه وتعالى. نعم.